تدعى كما أسست الذكر بأن لهذا الاحتفال معنى ومن شيمة العرب ومن شيمة العرب اللي كان معنا الترس على عبود ون حديث عرفته منذ أكثر من 20 عام. كانت الموعد وأيضا توجيهاتي إلى كافة الزملاء في الوزارة سواء نحن في قطاع الصحة سواء كانت هذه التحديات من ناس كانوا شكرا جزيلا لك الأستاذ سالم الصوت وكل التوفيق له والمعذرة طبعا لأجل النهائية كوزير الصحة وطال الله في عمره بإذن الله تعالى. فأعتقد معالي الوزير كن منصفا تبقى بلا رتب واحسن ذكراك بالمحاسن الكافية. وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية بإنظار الدكتور سعد عبود إلى وزير الصحة دكتور سعد عبود وبحضور اليوم أيضا بلاد حكومة الوحدة الوطنية ولم شمل البلاد تحت مظلة سياسية واحدة وبناء على توجيهات مجلس النواب ومعالي رئيس الوزراء الأستاذ عبد الله التني أكدت وزارة الصحة اليوم أول الوزارات التي قامت بالتداول السلمي للسلطة بتسليم كل أملاك ومحتويات وإرث إداري لوزارة الصحة بالحكومة الليبية إلى معالي السيد الدكتور علي الزناتي وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية. ونتمنى أن يكون هذا المثال لكل باقي الوزارات بالحكومة من أجل ليبيا ولم شملها وتضميد جراحها ووحدة أهلها وأرضها وترابها.